تفسير حلم رؤية التحدث مع الرئيس في المنام. رؤية الرئيس أو الحاكم في المنام يدل على المنصب العالي والجاه، وقد يدل على التوبة من الذنوب والرجوع إلى الله. سوف نوضح ذلك من خلال هذا الفيديو، تابعوا معنا. يقول ابن سيرين في تفسير رؤية التحدث مع الرئيس: رؤية التحدث مع الرئيس في المنام تدل على سماع أخبار مفرحة وعلى تجدد الحياة للأفضل. رؤية الرئيس يضحك أو يبتسم في المنام تدل على حصول الرائي على ترقية ومكافأة مالية. رؤية قتل الرئيس تدل على المنصب المرموق وعلو الشأن. رؤية المشاجرات والمشاحنات مع الرئيس تدل على المشاكل والهموم التي تواجه الرائي. رؤية دخول الرائي إلى بيت الحاكم أو الرئيس وهو ساجد يدل على ارتكاب الرائي لكثير من الذنوب، وقد تدل على العفو، وإن كان الرائي مطيعا لله دل على حصوله على منزلة عالية. رؤية الرئيس عابس الوجه يدل على فساد الدين والتقصير في العبادة للرائي. رؤية زوجة الرئيس في المنام تدل على الخير والصلاح وعلى سعة الرزق. تفسير رؤية الرئيس في المنام للعزباء: إذا رأت العزباء أنها تصافح الرئيس وكانت سعيدة يدل على تحقيقها ما تريد وعلى بلوغها الأماني. أما إذا رأت العزباء أنها تجلس بجوار الرئيس وكانت قلقة يدل على الخوف من المستقبل، ولكنها سوف تتخطى العقبات وتحقق النجاح. تفسير رؤية الرئيس في المنام والتحدث معه: رؤية التحدث مع الرئيس يدل على تحقيق الأمنيات والأحلام والوصول إلى الأهداف وعلى حصول الرائي على منصب قيادي. رؤية مصافحة الرئيس والتحدث معه يدل على بلوغ الأماني بعد وقت قصير وعلى النجاح والتوفيق في حياة الرائي. رؤية تناول الطعام مع الرئيس يدل على العزة والشرف، وقد يدل على نسب من ناس لهم مكانة متميزة. نسب عفوا. تفسير رؤية الرئيس في المنام للمتزوجة: رؤية رئيس الجمهورية في منام المتزوجة يدل على سعة الرزق وكثرة الخير والمال الوفير. إذا رأت المتزوجة أنها تجلس بجوار الرئيس يدل على استقرار حياتها المادية والزوجية. أما إذا رأت أنها تصافح الرئيس فيدل على تحقيق أمنياتها في وقت قريب جدا. تفسير رؤية الرئيس في المنام للحامل: رؤية مصافحة الرئيس في منام الحامل يدل على مرورها بمراحل صعبة وتخطيها لعدة أزمات. إذا رأت الحامل أنها تزوجت من رئيس الجمهورية فذلك يدل على تجدد حياتها، وقد يدل على سعادتها بالمولود. إذا رأت الحامل أن زوجها يصافح الملك أو الرئيس يدل على المنصب والجاه لزوجها وعلى حصوله على ترقية أو راتب أعلى. تفسير حلم الزواج من رئيس دولة: رؤية الزواج من رئيس الجمهورية في المنام للعزباء يدل على زواجها من شخص صالح وتقي. إذا رأت الحامل أنها تتزوج من رئيس الدولة فذلك يدل على ارتفاع مكانتها بين العائلة والجيران.